الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة، بأهلها معمورة معنى وصورة. اكشف اللهم كربة المكروبين، واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، تقبل توبة التائبين، انشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، اكفي شر المعتدين والظالمين، ابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، أيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المدين والكفار، واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحصين جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، أدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، إذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، اختم لنا منك بخير أجمعين، صلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.